أعزائي الأكيلة في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من قلب الإسماعيلية، المدينة الجميلة اللي أي حد يتمنى أنه يعيش فيها فعلا مش هزار. لما جينا نصور في الإسماعيلية عملنا سيرفي إيه المطاعم اللي المفروض نصور فيها، كله أجمع لازم تصور عند رضا حلمي. الأول كنا فاكرين رضا حلمي كباب وكفتة، طلع أنه لا، كباب وكفتة ومطعم شرقي. تعال نعيش تجربة مع بعض زي ما انتوا شفتوا قد ايه الإسماعيلية جميلة، تعالوا نشوف قد ايه أكلها جميل. النهارده بالاكل، لان دايما ايه السنتر اوف اتراكشن هو الاكل في الحلقه بتاعتنا. احنا قدامنا مجموعه من اولا دي بتنزل ضيافه، يعني انت بتخش هتلاقي على الترابيزه الخس والطماطم والخيار والفلفل والبرتقال والاستفندي والموز، ده ضيافه، ده فور فري ببلاش. طبعا الموز البلدي الجميل المعسل والبرتقال والاستفندي بتاع الاسماعيليه اللي هو يعني اهم حته. المهم نبتدي بالشوربه ولا نبتدي بالسلطه؟ نبتدي بالسلطه. توميه طعمها خفيف مش لذعه يعني. الطحينه بقى بتاعتهم مختلفه شويه عن الطحينه في القاهره، من لونها كده انا اقول ان هي فيها طماطم، معمول عليها طماطم، لان بص هي لونها محمر غالبا معموله بالطماطم، بس طعمها حلو، طعمها مختلف وحلو. طماطم طبعا بالثوم، بطاطس والفلفل والبتنجان، انا افضل ابقى كلهم بعدين عشان دول زيت بقى وكده. ندخل في الشوربه. الشوربه دي مشهوره جدا هنا عند رضا، اسمها بهريز. طبعا يعني لو الكاميرا جايباها الدسامة باينة على الشوربة من أولها. يعني لما سألته بيعملها إزاي، بيحط لحمة ضاني وبتلو وكندوز بالعظم بتاعهم، لما بيجي يشفي العظم ما بيشفيش للآخر، بيسيب العظمة فيها شوية لحمة، بعدين يحط ده كله فيسلق ده كله مع بعضه بالخلطة بتاعته. ندوق الأول الشوربة نفسها، طعمها جميل قوي ودسمة قوي، وهي شوربة ريجيم حقيقة. اي حد عايز ينقص له 15 20 كيلو كده ياخد الشوربة دي. مش عايز اكل لحمة دلوقتي، مش عايز اكل لحمة، بس مضطر اكل لحمة جوه الشوربة. يعني المفروض ان هي شوربة فاتح شهية هي تكبس على نفسها دول. طيب بس لحد دلوقتي عاجبني الطعم قوي قوي قوي. ندخل بقى على المندش. طيب جينا دلوقتي بقى للجد والمشويات. والتحدي النهارده بالنسبه لي ان انا باكل كباب بره القاهره، ودي حاجه جديده بالنسبه لي. بس من الاقبال اللي انا شايفه على المطعم ومن الزحمه اللي انا شايفها، اشك ان يكون الطعم مش زي القاهره واحلى. الخلطه خفيفه وحلوه، وعجبني قوي ان ما فيهاش فلفل اسود كتير. في ناس تقول لك الكباب لازم يتحط معاها فلفل، عجبني قوي ده. هحاول ان انا ايه اقتصد في الحاجات اللي بدوقها عشان اعرف ادوق كله. دايما الكبابجي سره كفتته،
مظبوط مظبوط. زي ما بقول لكم دايما الكفته هي نسبه وتناسب ما بين اللحمه والدهن. لو الدهن زياده تشبت تلزق كده، لو اللحمه زياده تفرول. حلو قوي. هو الحقيقه من كرمهم يعني حاطين لي كل حاجه في الطبق، فانا مش يعني نجرب الطرب، بس طرب هجربه بالاسلوب بتاعي اللي انا معودكم عليه دايما، وهو وان طرب ان وان بريد. بعدين وان بريد فين فين فين، ناخدها في الطحينه المره دي. طحينه مختلفه تماما عن الطحينه المصري القاهري قصدي. حاسس مش محتاج ادوق حاجه تانية، يعني واضح ان هم عارفين كويس قوي بيعملوا ايه، واضح ان هم شطار قوي في اللي هم بيعملوه، وواضح ان مقولة ان هو احسن مطعم كباب في مصر كعيلة يعني مش جاي من فراغ. النيفة رغم ان انا بحبها لان دايما بميل ان انا ما اكلش منها كتير، لان فعلا بقى النيفة دهن. وناخد قطع من الموزة. حجم الموزة مستغربه شوية لانها كبيرة، ولكن داني طبعا. اخر حاجه ادوقها عشان ما دوقت كل حاجه، الممبار. وانا دايما مشكلتي في الممبار ان المصريين عامه بيحبوا شطشطوا الممبار شويه، انا ما بحبوش مشطشط. الرز مفلفله مش محرقه، والكسوة من بره كرانشي سنة. حلو. واللفت معمول بالطريقة البيتي. هات. أكلتلكم. دلوقتي بقى أكل لي أنا. سيد استاذ سيد مدير المكان، وواحد طبعا اسباب نجاحه يعني ما هو كل واحد بيعمل حاجه. اهلا بيك. ربنا يكرمك. اهلا. عندي اسئله كتيره ليك قوي، هبتدي بتاريخ رضا حلمي. الناس كلها اجمعت ان انت لو هتصور في الاسماعيليه لازم تصور عند رضا حلمي. تصرف ليه؟ الاسم ده والسمعه دي جت منين وتاريخها ايه؟ البدايه ايه؟ والله هو تاريخ المحل من سنه 1974. 74 رضا حلمي ولا الوالد؟ الوالد. يعني انا عرفت ان هو حلمي الاول بعدين. ايوه هم عيله كلها مع بعض. ابتدت سنه 74. 74 تمام. وبعدين انتصروا بقى بكميه محلات طبعا كده. يعني كان نفسي يبقى معايا حد من عيله حلمي عشان اسالهم ليه ما كملتوش. ان كله يبقى حلمي، ليه حلمي ورضا حلمي وكريم حلمي ما هو كله، ليه ما كملش كله؟ ما هو كله في الاخر حلمي. هو كله يعني في الاخر حلمي. وجهه نظر. كله طيب. في الاخر حلمي.
انا دقت اكتر المشويات كباب والكفته والنيفه والحاجات دي كله تمام، واقدر اقول بضمير مستريح ان انت بتنافس احسن كبابجيه في مصر يعني. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. بس لما عرفت بعد كده ان انت عندك كمان طواجن وحمام و فدخلت في مطعم شرقي عاده بتوع كباب وكفته ما بيعملوش كده. في القاهره على الاقل يعني عاده اللي متخصص مشويات ما بيدخلش طواجن وخضار و بالظبط. انتوا ليه عاملين ده؟ ليه عاملين ده وده؟ والله هو الحاج رضا بيحب دايما على طول التجديد، بيحب يطور في الصنعه وفي المهنه وبيدخل اكلات جديده شرقيه وبيحب يعمل، هو متميز جدا بالحاجات دي. انت ما يتعبكش كمدير مكان ان انت يبقى عندك مطبخين؟ اصل المشويات ده شوايه ايوه والتاني ده مطبخ. اه تمام تمام. ما يتعبكش لا 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 لا، عندنا كفاءه ان احنا نعمل اي حاجه جامد. انت ايوه ما دوت الاكل وعجبني بقى هتقول اللي انت عايزه. طبعا عندك كام واحد شغال شيفات وكام واحد معاك؟ انا عندي فترتين شيفتين، الشيفت بيضمه من 40 ل 45 يعني. انت التوتال عندك تقريبا 90 واحد بيشتغل. اه من 80 ل 90 واحد في اليوم. بتفتح الساعه كام؟ بفتح الساعه 10 الصبح. وبتقفل كام؟ بقفل 3. طب ليه 10 الصبح؟ في حد بيطلب اكل غدا بدري قوي كده؟ لا 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 مش كده، هو التجهيزات اللي بتحصل يعني احنا مثلا بنفتح الشغل على الساعه 11 12، بس في تجهيزات بتبقى قبل كده طبعا، تجهيز الطواجن بس وتجهيز بدايه الزحمه. انا خدت بالي ان هي على 3:30 4. اه وفي حسب ما كنا النهارده يعني. لا وفي قبل كده برضه فعلا، في ناس بتبقى من بلاد تانية بتيجي بدري. الضغط عليك اكتر الدور ولا بالليل؟ هي فتره الغداء وفتره ما بعد الساعه 9 اللي هو العشاء. العشاء هو العشاء. هو في اسماعيليه بيسهروا قوي كده ان يجوا ياكلوا بعد 9. اه طبعا فعلا. او في الصيف كمان بتبقى اكتر لحد 3 الفجر. اه اسماعيليه معروفه طبعا بفاكهتها وخضارها ولكن انا لاحظت كمان ان طعم اللحمه حلو قوي. هل انتوا بتشتروا من مزارع هنا حواليكم، بتشتروا لحمه من حد حواليكم، ولا ايه سر الطعم ده؟ هو الحاج رضا يعني صنايعي مهنته، واهم حاجه بيدور عليها المنتج، مش بقى مش شرط يكون غالي او رخيص، اهم حاجه الجوده في البضاعه اللي بيجيبها. حاج رضا هيزودك اخر شهر. لا والله والله لازم بكلم بجد. طيب يعني هو مبدأه الوحيد بنجيبه من اللحمه بتاعتنا. بنجيب من مجزر. ايوه قصدي هنا في المنطقه. هل اللحمه الحلوه دي عشان هنا من الاسماعيليه ولا بتجيبها من مصر؟ من مصر ومن الاسماعيليه من المنصوره. ما عندكش حد معاك؟ لا لا ما بنجيبش من المزارع، بنجيب من مجازر. طب ايه اكتر عليها، ايه اكتر اطباق عليها ضغط؟ والله احنا متميزين بالطاجن العصفور تمام، ومتميزين جدا بيه يعني. طاجن العصفور باللحمه. لازم العصفور باللحمه. اه اوكي. والمشويات كمان والضاني والبهريز. والبهريز ما تنسيش شوربه البهريز دي. لا ده في حاجات تانية دي علت الضغط. لا دي حاجات انا ما بورزهالكش تاني يعني. الحمد لله. لا ده حاجات كتير. استاذ سيد، هل عندك مشكله في انتقاء الويترز بتوعك؟ الناس بتشتغل معاك عندك مشكله ان انت تلاقي انا ناس؟ عندي مشكله جامده جدا. ليه بقى؟ انا يعني بنقيهم على الفرازه زي ما بيقول. لازم الجست الصف اللي عندي يبقى على اعلى مستوى. وده مش سهل انك تعمله. اه طبعا صعب ان انت تجيب واحد ادب واحترام وصنع فعلا. لو تلاقيه ده مش هتلاقيه ده. ده عايز اقول لك دي شكوى عامه مش انت بس. طيب لما بنقول حلمي، رضا حلمي، كريم حلمي، كله جول اسماعيليه تمام، مش ناويين تطلعوا بره الاسماعيليه؟ لا ان شاء الله قريب ان شاء الله ننتشر باذن الله. في خطه لده؟ اه في ان شاء الله. حاج رضا ليه اتاخرت قوي كده من 74 لدلوقتي؟ والله الحاج رضا ما بيعملش حاجه الا لما يكون صح. هو عمره كده ما بيحطش رجله في مكان الا لما يكون متاكد منه. اه ما عندناش مجازفه، لازم الحاجه تبقى مظبوطه يعني زي الاكل كده. انا بشكرك وبشكرك اكتر كمان على صوره الخال اللي موجوده في المكان هنا، عجبتني جدا لما دخلت لقيت. هو صديق حميم. صحه يا رب ويعومه بالسلامه. هو صديق حميم للحاج رضا يعني. الحاج رضا. اه ندعي له كلنا طبعا ان هو يقوم بالسلامه ويرجع يسعدنا تاني باشعاره. اشكرك يا استاذ سيد و شكرا لك. بتمنى لك كل التوفيق. ربنا يكرمك.
كده بقى جينا لاخر حلقتنا النهارده من اكيل. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا زي ما انا بستمتع دايما، مش دايما بس النهارده استمتعت. وامانه عليكم اللي يجي الاسماعيليه يجيب لي يوستافاني وبرتقال وموز. بصوا الموز قد ايه، بصوا الموز قد ايه، بس عسل. وفي موسم المانجا هاتولي مانجا. صباح الخير.